احنا ديما تنتكلموا انا وياك من تسجيل عندي انا ما تنفهمش ونتمنى ان نلقى جواب لهذا السؤال. انت فنان تبارك الله، عندك واحد ستيل ديالك متميز، كلمه زوينه، توزيع زوين، رساله هادفه، ما خديتيش حق ديالك. انا ما عرفتش، انا ما بقيت فاهم والو يعني. هذه ديما فيما تجي لعندي ولا تنطلق معك تنعاودوا نفس واش يبقى لي نقول راك محارب؟ شكون غادي يحاربك انت؟ ما عرفتش تتحاول دابا شنو داير انا. يمكن الناس تشوفوني غادي ضد الموجة، فهمتي؟ عكس الموجة. تبارك الله عليك، بزير هكا، ما خاصك تمشي مع الموجة. غادي عكس الموجة نعم. شنو تيتسناوك تغرق؟ انا نقول لك دابا انا باقي فوق الماء. تبارك الله عليك، تنحاول انني نبقى فوق الماء. وكي تدير باش تبقى فوق الماء؟ الديار ديال الله، راه ربي اللي تيدير لاي شخص نعم. كما كان نعم. في الحياه ديالو ربي اللي تيحفظ، اللي تيطلع واللي تيهبط. دونك ملي اللي تتحاول انك يكون عندك ذاك الاصرار وذاك العزيمه باش تبقى في نفس الطريق والحلم اللي بديتي به. حيت بزاف الناس بداو معايا في الدومين، وبزاف الناس نعرفهم اللي الوقت فرضت عليهم انهم يغيروا دوك الافكار ديالهم وشدوا طريق اخر، ولا مشاو مع داكشي اللي خصهم يمشيو معاه. دونك انا تنحاول نتشبث بدوك الامور، حيت ما تبانش ليا عندي غلط في داكشي اللي تندير. نعم، ومن حدك تايق بالرساله الجميله اللي غادي راه غتوصل يعني. اكيد ان شاء الله ضروري. نعم. هو تنتمنى هذا الشيء يكون في واحد الوقت اللي قليل.